ليس هذا بمخيم للاجئين السوريين في أحد بلدان الجوار السوري، بل حي عشوائي في ضواحي العاصمة الجزائرية. يكرس الحي على غرار مدن الصفيح مفهوم الدولة الغنية والشعب الفقير، في بلد تجاوزت احتياطاته النقدية 200 مليار دولار. واللي هنا من 97 عشينا في عام ولا 6 شهور ولا عام عشينا ضاربين، دوك هذيك انا ضاربين لهنا فايته 15 17 سنة كاع. انا جيت لهنا في عمري 8 سنين، دوك هذيك انا مزوج وعندي جدراري، وليدي كبير في عمره 4 سنين. وضع يجسد عجز الحكومات على تعاقبها عن تقليص العجز في الإسكان. تنتشر أكواخ القصدير في كبرى مدن الجزائر، وتحصي قسطنطينة لوحدها 10,000 كوخ و15 حيا، معظم منازله من الصفيح. وبعد تجارب نصف قرن من استقلال البلاد، لا يزال أغلب الجزائريين يتطلعون إلى ديمقراطية حقيقية. لا وجود لفرص متاحة للشباب ولا للمجتمع الجزائري، لا يقدمون شيئا ولا فرصا، البلد سجن كبير. تبدو فئة الشباب الأكثر إحباطا بين عامة الجزائريين، إذ لم تنجح الحكومات المتتالية في انتشالهم من البطالة وتحقيق القليل من وعود لا يزالون يسمعونها من كافة المرشحين. لن يذهب أحد للاقتراع، إنها مهزلة انتخابية، هذه ليست انتخابات، إنها مجرد أكاذيب. لكن رغم ما يعيشون من فساد ومعاناة من غلاء المعيشة، يبغض أغلب الجزائريين فكرة الثورة على النظام القائم. فجروح الحرب الأهلية لم تندمل بعد، وفضائعها ما زالت عالقة في الأذهان. ايوا احنا نحبين لهنا اخو، هي من بكري مخدوها ولا لا؟ لا اخويا العزيز، ام بكري تقاسموا بيناتهم احنا عايشين. لا لا اخو، ايبان قعدوا هانيين خير وخير خويا. وامام استياء بعض القطاعات الشعبية، يحاجج المسؤولون من مواقعهم المختلفة بجدوى السياسات المتبعة، فيما يرجح البعض أن تتخذ الحكومة المقبلة من عائدات النفط الهائلة وسيلة لتهدئة أي توتر قد يلوح في الأفق. نحن نقول ما يخاف الآخرون من قوله، ما عنديش عقدة اللي تعقدني بها. وتسيب بعض الناس مساكين معقدينهم، يباتوا في أموالهم وبعد يبنوا لهم بروباغاندا غيلتم، ووجدوا لهم خالية غيلتم اللي يتكلم في هذا الملف للاستقلال، للاستقلال هذه تاع عامل المخزن يتكلم في هذه القضية، للاستقلال العامل تاع تركيا يتكلم في هذه النقطة، للاستقلال عامل قطر يتكلم في هذه النقطة، عامل فرنسا يتكلم في هذه النقطة، عامل الأمريكان، ويعقدوك توني خايف باش تنتقد هذه العصابة والنظام. ها الثغرة، ها الاستراتيجية تاع مخابرات الفويوت. تعقدنيش انا حبيبي، تعقدنيش، ما تضاربين مع المغاربة، ربي سهل، ربي سهل عليهم، ربي سهل عليهم في زوج، ما عندي ما دخلني. بيتعاطف، عاطف على روحك، تعاطف، ما تمتش دراهمي. وجد تكلموا وكأنكم ملائكة. التطبيع ما التطبيع، حق يقال، ما تحبوش صح. جي تكلم لي تقول لي المغرب طبع، ما يطبع ما يطبع، شنو واش دخلني فيه؟ جي واحدين يكتبوا لي في تعليقات هضر على المغرب طبع، ربي سهل عليهم، ربي سهل على كل واحد. أنا نهار لو قلت لكم الموقف تاعنا هو أدافع على ما يجري أو ما يحدث في بلادي، ما تدينيش إلى أمور خاطي بلادي. هاول الصراع تاع أكثر من 40 سنة، أموال الجزائريين ضخت للبوليزاريو بالملايير المماليارة، طائرات عسكرية خصصت لنقل البوليزاريو فيما الجنود تاع الجزائر يتكركروا في الكيران، أموال راحت اللي هو سرقت باسمهم الملايير تاع الشعب الجزائري، نهبوا ما نهبوا باسم هذا البوليزاريو، داروا ما داروا، فينالمو صراع تاع 40 عام، تغريدة تاع تويتر كملت معاه. يا حاشاكم خوتي، يبولوا عليكم الأمريكان، سيادكم
قدروش. الفاتورة تكون عليكم غالية بزاف، وانتم ما تعرفوها تكون باهظة إذا تطاولتم الذي تعتبرونه سيدا وشيكور عليكم. نحو البرلمان العربي والإفريقي و... أموالي إذا كنتوا تدخوا فيها ورحت بح رحت بزنس يا شنقريح، رحت بزنس يا ليجينيرو، تحوسوا تستحمروا الشعب، ما زلتوا تستبغلوا في الشعب ومسمي رواحكم صحافة حرة، مسمي رواحكم باللي مكدامي، كيفكم حازمين دي الشعب وراكم حازبينه. للأسف هذه هي مخابراتكم، ما كاش حاجة باش تقدم القدام، فقط من أجل الصراعات شكون يسترق بزاف شكون يقتل بزاف. مخابرات إرهابية بامتياز، وتجند ميليشيات وتدفع بالسلاح حتى إلى قيادة البوليزاريو. زيدكم تبغوش هذه الهضره ما تساعدكمش، هذه هي حقيقة المخابرات المرتزقة. من أجل بقاء شوكرها ويبقى الصراع دائم هذا البوليزاريو، ويبقوا يقتاتون من هنا ومن هناك. كي يقولكم بلي تصرفوا في أموال الجزائريين وأموال الشعب، أموال الناس اللي تموت في البحار، والأمهات تبكي في الفيسبوك يبعثوا لي يقول لي أنا وحدة البلا سكنة، وحدة عاونوا لي، وحدة لمولي، وأنت تصرف على مرتزقة البوليزاريو من أموال الجزائريين، ومن بعد كي نتكلم تقول لي أنت عامل فلان وعامل فلان، قول واش حبيت. أنا نقول لك ونخبر الشعب الجزائري أين هي أموالنا تصرف. تبعثوا في أموال الفلسطين، وحتى يا ريت تبعثوها للشعب الفلسطيني، تبعثوها للمرتزقة تاع محمود عباس. والشعب يموت بالجوع في الجزائر، تقمعوا في الطلبة، تقمعوا في أي واحد يتكلم، وطالبوا بتقرير مصير بولي خرا، وتجروا وتنددون وما يحدث ما يتهردوا، لا لين حفاس على الهواء، طالبوا بتقرير مصير، يعني وكأنك أنت نظام شرعي راه طالب بتقرير مصير البوليزاريو، حتى تكون نظام شرعي أصلا وطالب بتقرير مصير شعوب. تا اصلا نظام ديكتاتوري، نظام استعماري، نظام مغتصب، ونظام جايب بالدبابة والذراع. خرجوا طالبة طلقتوا عليهم لي بطار تاوعكم قاعدين يجروا وراهم، روحوا طالبوا نقرر مصير ولا استنكر ولا منش عارف واش. تستنكر ولا ما تستنكرش، لا تستنكر ولا ما تستنكر، تديجا اصلا الشعب تاعك راه مستنكر اللي راك ذمة، تديجا الشعب 45 مليون جزائري راه مستنكر اللي راكم حاطين ذم في المرادية وفي غير المرادية. وكأنك نظام شرعي ونظام وكاين الرئيس شرعي والدنيا وكاين جنرالات محبوبين عند شعبهم وحابين ماشي دي لي فوايو، وقاعدين تكلموا باسم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. شكون يخول لكم انتم باش تستنكر ولا ما تستنكرش؟ اش دخلني انا في 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 بولي خرا ولا في في محمود عباس؟ اش دخلني فيهم؟ خلينا احنا نقروا مصيرنا ومن بعد نقروا كاع العالم، كاع العالم نحروه امريكا ونحروه، خلينا نقرر مصيرنا ما فيهاش. لازم نحكمك بالدبابة ونحكمك بالذراع ونبزنس مع البوليزيرو وندفع دراهمك تروح من هيه وندفع دراهمك تروح المالي وندفع دراهمك تروح النيجر وندفع دراهمك تروح بوركينا فاسو وندفع الكوطة تروح لموريتانيا وندفع لتونس ادفع ليبيا ادفع لفلسطين. وحنا خوتنا قاعدين نطلبوا في الفيسبوك، والله العلي العظيم لا مجاهدات، مجاهدات يغيظك قلبك، في قلبك انا قلت يغيظك عمرك، مجاهدات يبعثونا، مجاهدات كبارات نساء ما عندهمش وين يسكنوا، ما دون ما سمعتش سمعت اللي يبردع فيك بالبوليزيرو ويبردع فيك فلسطين ويبردع فيك، هذا قاع شعوب ملاح بصح الدشرة مشي مليحة، الدشرة مشي مليحة، بوليزيرو مليح. قول لهم ينتقدوا البوليزيرو، هذا بنقلينا قول له يخرج يتكلم على البوليزيرو، قسما بالله يبولوا عليه 70 عام ما ينشفش، ويجيني يقعدوا يتباكوا لي ها البوليزيرو ها منا ها مانيش عارف واش ها منا. وقف معاك انت بوليزيرو في الحراك تاعك، خرج واحد معاهم في تيندوف، راهم عايشين في تيندوف، خرج واحد قال يسقط حكم الجنرالات، كيفاش يقول يسقط حكم الجنرالات وهما الجنرالات اللي مقيدينهم الودنين؟ كيفاش يقولها؟ كيفاش يقول يسقط حكم الجنرالات وهما اللي يدفعوا لهم في كل
كلش كلش يروح عليه. طالبوا بتقرير المصير وحنا بصح مصيرنا يبقى مجهول الى يوم الدين. معليش طالبوا بتقرير مصيرهم ولكن الطلبة كي يخرجوا يعنفون ويضربون ويسحلون في الشوارع بنات ورجال. لا لا لازم مصيركم، انتم مصيركم مرهون عند الجنرالات، مرهون الى يوم الدين. لازم المصير تاعنا يبقى مرهون بين ايديهم. فيما ان النظام الغير شرعي، النظام الديكتاتوري، النظام القمعي، المخابرات الإرهابية تطالب بتقرير مصير قاعد قال الجناس وما بينهم البوليزير وتستنكر. ولو كان غير واحد ينخدش من صبعها الصغير تاع رجله، واحد من البوليزير لو كان يجرح غير شويه من صبعها الصغير تاع كرعه، تسيبهم رافدينها رايحين بها للامم المتحده، رايحين بها لحقوق الانسان، رايحين بها في القنوات تاعهم كاع كاع. ناس تنكر ونندد ويتعرضون ويتعململون ويتجرجرون ويتصندلون ومانيش عارف واش، والقيامه قائمه. اما اولادنا وبناتنا يصرى فيهم تير في المسيرات، شاهد ما شافش حاجه.